مشكلة ملهاش حل. برعاية بايوديرما. شيبسي جامبو الكبير كيس جديد بيفتح ويقفل عشان الطعم يفضل زي أول مرة. جاء الأمر الإلهي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة، منزل الصدق وموطن الإيمان، فخرج إليها صلى الله عليه وسلم فطابت به وسماها طيبة. وفي يوم الاثنين الثاني من ربيع الأول من العام الأول للهجرة وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، واتخذها عاصمة للمسلمين ومقرا لقيادة جيوش الفتح وحملات الدعوة والهدى. كما أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في محكم كتابه الكريم، فقال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقد استمدت الصورة اسمها من تلك الحجرات تشريفا لها. الباب العالي، دائرة الصدارة العظمى، آمدي ديوان الهمايوني، مرسوم سلطاني. لقد تقرر وبتوصية من مجلس الوكلاء تشكيل لجنة للنظر في الأمانات المباركة الواردة من المدينة المنورة وإجراء التدقيق اللازم فيها بموجب الدفتر الأساسي المرفق بها وتسليمها. 25 من رجب سنة 1335 من الهجرة. قطار الأمانات المقدسة الذي نقل كنوز الحجرة النبوية الشريفة من المدينة المنورة لتركيا أثناء الحرب العالمية الأولى، وهذه الصورة التقطها فخر الدين باشا شخصيا للقطار وهو يغادر المدينة المنورة. زلنا نبحث معكم خلال هذه الحلقة من 90 دقيقة عن الأصوات المحبة المدافعة عن الإسلام ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، ومعنا اليوم فيلم تسجيلي وثائقي نادر حول المقتنيات المقدسة الخاصة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، قام على إخراجه إلى النور فنان وداعية محبوب والصديق العزيز مجدي إمام.
أهلا بك أستاذ مجدي، أنا سعيد بوجودك. الله يكرمك وجزاك الله خيرا على ما تقدم وما قدمت. الله يكرمك يا رب وبارك لك. الله يكرمك. السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو الاسم فيلم التسجيلي اللي حضرتك عملته عن مقتنيات الرسول. كلنا في البداية عن الفيلم والجزء اللي احنا شفناه دلوقتي قبل أن نكمل الفيلم إن شاء الله. هو أولا عايز أقول المحبة بتبان في لحظات سريعة جدا جدا وملمحها بيبان. يعني في ملمح لقيته عندك، وكل ما تيجي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لن يغفل لسانك أبدا عن اللهم صل وسلم بارك سيدنا محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصلي عليه فاعرف أنك بخيل. فالتمست فيك وفي كثير حتى من الناس اللي واقفين حوالينا خلف الكاميرا حينما يسمعوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وده ملمح جميل. ابن سيرين قال لن يكون عندي لأن يكون عندي منه صلى الله عليه وسلم شعرة يا عمرو شعرة أحب إلي من كل شيء على ظهر الأرض جميعا. تخيل شعرة واحدة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من أن يكون كل شيء على ظهر الأرض. فهي يمكن الفيلم يبان أنه خاص بموضوع المقتنيات، ويمكن جانب أثار ومقتنيات وموجودة في عهد الدولة العثمانية في المدينة المنورة، كانت موجودة في الحجرات النبوية الشريفة وأيام الدولة العثمانية حافظوا على الكلام ده ونقلوه في أثناء الحرب زي ما شفنا في المرسوم الملكي اللي كان موجود في الخلافة. إلا أنه المقصد هنا أنا مقصودش بس أن أنا أشوف قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هنشوفه في الجزء الثاني أو في الفقرة اللي جاية، لكن كل ده نشوفه في ملمح بسيط جدا جدا جدا. المقصد هنا حب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عندي منه شعرة صلى الله عليه وسلم أحب إليه. يعني المقصد مش الأثار اللي موجودة، البردة والسيف والقوس والخاتم وكل ده اللي هنشوفه في الفقرة اللي جاي، لكن أنا بدور على محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، زي الموقف اللي حصل بين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر لما جاء قال له أن أكون أحب إليك من مالك وولدك ونفسك التي بين جنبيك يا عمر. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال يا سيدي يا رسول الله إنك أحب إلي من نفسي ومن ولدي ومالي، ولكن من نفسي التي بين جنبي وتوقف. فقال له لم يكتمل إيمانك يا عمر. وإلى أن وعى سيدنا عمر إن مين رح يقف معاه يوم القيامة، من الشفيع له صلى الله عليه وسلم هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال إنك لأحب إلي من نفسي يا سيدي يا رسول الله نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر، ومعناه الآن يا عمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن اكتمل إيمانك يا عمر. فالمحبة يا أبو شريف بتبان في 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 ثواني في لحظات، يا في ملمح في عينيك، يا في إشارة أو إيماءة أو أي حاجة تبدأ منك تبين مدى المحبة. فربنا سبحانه وتعالى يرزقنا محبة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ويجعل لنا إن شاء الله مقر ومقام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. يمكن كلامنا عن الفيلم هيخلينا أكلم معك في الفيلم الذي أشعل غضب المسلمين في العالم وأيضا في مصر ومحاولة تشويه السيرة العطرة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. كيف ترى هذا الجرم؟ مش عارف، أنا كنت يعني كنت عايز أتكلم عن أن الموضوع ده أولا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غني عن أن هو يدافع عن نفسه أو من يدافع عنه. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عالم الدنيا وعالم الآخرة. عالم الدنيا نفعنا بالرحمة بتاعته بسنته صلى الله عليه وسلم،
وفي الآخرة رحمة لنا بالشفاعة. نعم. فالعالم كله تحت مظلة هذه الرحمة. فموضوع الإهانة والإساءة مردود على من أساء. وعايز أسأل نفسي الحقيقة، بفتكر مقالة كتبها الدكتور محمد عبده يماني رحمه الله، وزير الإعلام الأسبق في المملكة العربية السعودية، وله مجموعة كتب عظيمة، علموا أولادكم محبة رسول الله، من هي فاطمة الزهراء، خديجة الكبرى، موقع بدر، كتب حاجات كتيرة جدا. في مقالة قبل رحيلي صلى الله يعني أكرمه، أتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال أساءوا أم أسأنا؟ هم لما يسيئوا هل هم الإساءة دي صدرة منهم هم ولا مننا احنا؟ لازم نفكر في الموضوع ده. هم أساءوا ليه؟ هم اللي أساءوا ولا احنا؟ أنا شايف أن الإساءة جاءت مننا احنا مش منهم هم. هم ما يعرفوش، ما عندهمش وعي من هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. احنا اللي قصرنا في الدعوة، احنا اللي تباطأنا في ان احنا نقدم بالتعريف بحضرته عليه الصلاة والسلام، بحضرته صلى الله عليه وسلم، ونهيئ كل العالم لمعرفة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وبأعماله وبصفاته. لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم أوزي ما أوزي نبي قدر ما أوزي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكتر من أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الكعبة وتأتي الكفار والقريش ويضعوا الجزور اللي هو أحشاء وأمعاء عزق الله البهائم ويضعه على كتفي، فتأتي ستنا فاطمة الزهراء وتزيع هذا، أكثر من كده أزية؟ ومع ذلك بكى على جنازة يهودي معدية قدامه وقال تفلتت نفس مني إلى النار، بكى عليها. الحبيب صلى الله عليه وسلم أعظم من كده. ويعني لما حد يسيء فالإساءة مردودة ليهم مش لينا، بالعكس. وعايز أقول حاجة، لو أنت أسأت يعني جدلا، لو وقفت أنا وأسأت لعمرو الليثي، خدت بالك الأمر مردود لسبب، لأن أنا ما أعرفش مين عمرو الليثي مع الفارق في التشبيه. فإيه اللي مردود؟ إن عمرو يرد بنفس الأسلوب ولا يرد بأسلوب ما يناسب مبادئ عمرو، مع الفارق في التشبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ورأفة ورؤوف رحيم. الله سبحانه وتعالى عز وجل يعني أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. بدأ بنفسه سبحانه وتعالى عز وجل بالصلاة عليه، يعني قدره قد إيه عند رب العزة سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كفيل بأن يدافع عن النبي. ولكن أنا لا أحجب أبدا عملية أنه أنا أدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف أدافع؟ بأن أنا أقذف قذائف وأضرب وأقتل، ولا أدافع بنفس الأسلوب؟ أنا عم الفيلم ده إنتاج 2010، من سنتين. تخيل ان الاحساس ده موجود بمحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ايه المانع اروح مواجه ده بده؟ صحيح. عمل فيلم، انا اعمل فيلم. نعم. هو كتب مقالة، اكتب مقالة. خد بالك في مد غير عادي في الاسلام في الامريكتين وفي اوروبا في فرنسا. انا من سنوات كنت في امريكا، الناس فاكرة هو المجتمع الأمريكي عمر مجتمع مغلق، حاسس إنه هو عايش في قارة لوحده، لدرجة إنه يعني ما كنت أكلمه عن مصر يقول لي the camel and the pyramids، فاكر هو لسه الهرم هو الشعب الأمريكي شعب مغلق على نفسه جدا، لأنه ليه قاعد في قارة يعني اللي هو كل سنة راح ولاية من الولايات بتاعته هيتعرف على بعد 52 سنة هيتعرف على بلده، فما بالك ما هو مش عارف ايه اللي بره. فاحنا اللي اخطأنا في حقه. فرنسا الان مد غير عادي، فطبعا
هذا المد يقابله مقاومة طبعا مقاومة وهجوم وهجوم غير صحيح عادي صحيح غير عادي وهجوم شرس جدا جدا جدا. نعم حاج مجدي انت قدمت في فيلم السلام عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قدمت قصة نقل الحجرة النبوية الشريفة من المدينة المنورة لتركيا أثناء الحرب العالمية الأولى. مزبوط مزبوط. سمحني نشوف جزء من الفيلم ونرجع نعلق عليه. طيب افرد. عندما بدأ توافد الأمانات المقدسة إلى اسطنبول منذ عهد السلطان سليم الأول وضعت تلك الأمانات والمقتنيات النبوية في أماكن خاصة داخل قصر الحكم العثماني وهو قصر توبكابي. وفي عهد السلطان محمود الثاني أمر بتخصيص الحجرات الخاصة بالسلطان العثماني منذ عهد السلطان محمد الفاتح لحفظ الآثار النبوية والمقتنيات المباركة وعرفت بجناح الأمانات المقدسة. وعندما تم تحويل القن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. أنه أراد أن يكتب كتابا إلى بعض الأعاجم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم أي إذا كان مختوما فاتخذ خاتما ونقش فيه محمد رسول الله رواه البخاري. اشتهرت مراسلاته صلى الله عليه وآله وسلم للملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام وهذا نص رسالته الشريفة إلى المقوقس وقد حملها إليه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ومن رسائله المشهورة رسالته صلى الله عليه وآله وسلم إلى كسرى وحديثه في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما الرسائل ذاتها فقد وجدت في متاحف الملوك والسلاطين من المسلمين عبر العصور موثقة لديهم نقلا وحفظا وليس فيها على المستوى التاريخي والأثري أدنى شك. سيوفه صلى الله عليه وآله وسلم وكان صلى الله عليه وسلم يسميها كل واحد باسم وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سيف أوصلها بعض العلماء إلى 11 سيفا منها سيفه المشهور باسم ذي الفقار. فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر ثم أعطاه صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه وتداوله أولاده وأحفاده من بعده حتى صار للخلفاء العباسيين. والمحفوظ في تركيا سيف نبوي كريم طوله 99 سنتيمترا وقد نقش بالحفر البارز على نصله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. القوس النبوي الشريف. وقد روى ابن سعد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أصاب من سلاح بني قينقاع 3 قصي قوس اسمها الروحاء وقوس شوحط تدعى البيضاء وقوس صفراء تدعى الصفراء من نبع. والقوس الشريف المحفوظ إلى الآن من عود الخيزران دقيق الطرفين طوله 118 سنتيمترا وقد صنع له السلطان أحمد الأول محفظة مرصعة بالذهب والفضة. ومن الآثار الكريمة الشهيرة البردة النبوية
وقد وردت أحاديث كثيرة فيها استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للبردة، ووصفت في بعض الأخبار بأن لونها أسود وأنها من صوف، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يطويها ويجعلها تحت رأسه الشريف كالوسادة. وقد تم تخصيص غرفة خاصة لعرض البردة أو الجبة النبوية في جناح الأمانات المقدسة في متحف طبقابي بتركيا، صنعت لها الصناديق والحوافظ التي كانت توضع بداخلها، وكل منها مسجل عليه مهديها إلى المتحف مع غيرها من المقتنيات النبوية التي نقلت في قطار الأمانات المقدسة من المدينة المنورة إلى ذلك المتحف بعد الحرب العالمية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يعني بسم الله ما شاء الله، انت مجهود كبير حضرتك سافرت تركيا، يعني ملاحظاتك ايه وانت يعني بتلتقط هذه اللقطات الجميله للمقتنيات الرسول عليه الصلاه والسلام؟ اولا اسمح لي احييك على يعني طبعا على او اختيار الموسيقار الكبير عمر خيرت لوضع الموسيقى التصويريه، وطبعا فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية اللي يعلق على الفيلم، يعني الحقيقة الاثنين أجمل من بعض الحقيقة. سيد عمرو أقول لك على حاجة، أنا لم أختار شيئا، الأمور ماشية بتسلسل، وعارف زي ما يكون حاجة بتوصل بعضها ببعض، هي بس أنت تفكر في الموضوع، يعني النية محلها القلب وما يصدقه العمل. نعم. كما قال الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم الواحد فكر في الفكرة ثم تتالت الأمور وراء بعضها يعني بتسلسل، لأن طبعا الموضوع شائك جدا جدا. طب بعض الناس، طب الحاجات دي منين؟ طب هل هي موثقة ولا لأ؟ طب إزاي نوثقها تاريخيا؟ فأولا هيئة الآثار في تركيا هيئة منظمة جدا، فيها الدكتور عبد الله الحافظ اللي وثق الكلام ده، وهنشوف ده في التتر في النهايه. في مصر جمال عبد الرحيم، الدكتور جمال عبد الرحيم. طيب بعد كده ناخد الشيخ محمد عوامه، احد علماء اللي اخرجوا الاحاديث كلها، لان كل حاجه السيوف ليها احاديث موثقه، شعر النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبي، كل حاجه ليها خطين متوازيين، الجانب التاريخي كاثر، وده عايز توثيق، بالإضافة إلى الأحاديث النبوية التي أخرجت وتم تخريجها وتوثيقها ومراجعتها من طبعا. فعشان أبقى في حماية كاملة ويكون المرجعية صادقة، فكان ربنا وفقني. والحقيقة كان الدكتور علي جمعة قد إيه كان سعيد جدا وهو بيقوم بهذا العمل، ورأيت في هذا الرجل قد إيه التواضع. نعم. العظيم، يعني يجي الاستوديو، تخيل يعني قبل، انا مثلا معادي كان 10 في استوديو الصوت، فانا اكون مثلا 9:30 هو 9، فاستغرب يعني كان عنده حاجه بيسجلها في القران، في محطه القران الكريم في اليوم ده، ولقيته جاي وقاعد بيقرا وبيراجع المساله لغويا، وكما لو انه يعني مش ده مفتي الديار المصريه، ومع ذلك يراجع كل شيء بدقه وبتدقيق كامل، واحترام للمواعيد واحترام للمادة العلمية، يراجعها مرة ويبعت لفريق العمل معاه في اللغة، في 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 التاريخ، في كل شيء. واحنا بنصور في تركيا، غير مفتي اسطنبول بقى، في تركيا مفتي اسطنبول ده لاسطنبول كلها كمدينة. نعم. حي مثلا سلطان احمد فيها مفتي، حي السليمانية ليها مفتي، حي الاسكدار مثلا ليه كل حي له مفتي، فكل دول بيجتمعوا عشان يسمحوا بان هيئه الاثار تراجع المساله ده، اتنين تراجع الماده العلميه، انت هتصور الكلام ده ليه؟ احترام يا سيد عمرو بشكل غير عادي. الفاترينا اللي موجود فيها المقتنيات الخاصه بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتترفع كل 6 أشهر، بتشال الفاترينا ويتحط بعض المقتنيات الاخرى لحضره النبي صلى الله عليه وسلم، فيكنسوا الأتربة اللي حوالين المكان ده ومش يرموها،
ده عاملين بوتقه من ايام السلطان عبد الحميد، عامل لهم بوتقه كده، اناء رخامي يحطوا فيه كده تراب ويزودوه بالبخور ويبخروا بيه المكان احتراما للتراب الذي لمس مقتنيات النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. احترام، احترام لحضره النبي صلى الله عليه وسلم، وتبجيل. بقول لك التراب اللي جه على الحاجه بيحترمها. شوف قد ايه الحب. انت لما بتحب انسان بشر عادي بتقلده، انا بحب فلان الفلاني كمطرب او كمنشد او كفنان كعالم، تلاقيك بتقلده، بتحترم لبسه، بتقلده في حركته، فما بالك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد ايه احترام الرجوع اللي كمان للجماعة اللي اشتركوا. انت بتقول لي نشكر الموسيقار عمر خيرت، قد ايه اشتغل بحب. هقول لك على حاجة، عمر خيرت اللي الجملة الموسيقية بتاعته لها ثقلها الفني وثقلها ايضا المادي. رجل يرفض ان يتعامل بالمادة، معتز الكاتب المونتير المعروف، معروف طبعا، ايمن ابو المكارم مدير التصوير الكبير، مدير التصوير طبعا. يجي ويقول لي في جملة بيني وبين ايمن ابو المكارم، كان الكاميرات الهاي ديفينيشن وكده اسعارها طبعا انت عارف غالية ومرتفعة وإيجارها غالي، أجرناها من الأستاذ صفوت غطاس، كان فيه كاميرات معدودة. أستاذ صفوت غطاس نزل من سعر القيمة لما عرف أن الموضوع ده عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيمن أبو المكارم لم يأخذ أجر ما شاء الله، ربنا يكرمكم. ناس بيقول لي، عارف بيقول لي إيه؟ لا أنا هقبض من الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم الشفاعة، يوم أقول له أنا قدمت العمل ده. شوف الأخ ياسر محمد عبد اليماني لما بيقدم الفيلم مثلا في قناة اقرأ وفرحته بيها، الجزيرة اللي هي يعني لها مواصفات معينة خدت الفيلم ازاي، قد ايه الفرحة. يعني الحقيقة فيه كمان ملمح بس بسيط، ان كل حاجة متوثقة تاريخيا لها مرجعيتها يعني، ما وعندنا علماء اثر. ما تيجي نشوف الجزء من الفيلم حول بقى المقتنيات في المسجد الحسيني هنا في القاهرة. ايه رأيك نشوف الجزء؟ أجمعت الروايات التاريخية على أن المقتنيات النبوية المباركة المحفوظة في حجرة المسجد الحسيني بالقاهرة كانت في البداية عند بني إبراهيم في ينبع، وأنهم توارثوها عن الآباء والأجداد الأولين وصولا إلى سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعصره. وفي القرن السابع الهجري اشترى هذه المقتنيات من بني إبراهيم وزير مصري اسمه الصاحب تاج الدين من بني حنة، ونقلها إلى مصر وبنى لها رباطا لحفظها يعرف الآن بأثر النبي. وفي أواخر العصر المملوكي قام السلطان قنصوة الغوري ببناء قبة كبيرة في مواجهة مدرسته بمنطقة سوق الشرابشيين الغورية الآن، وذلك لحفظ المقتنيات النبوية بها. ويذكر أحمد باشا تيمور في كتابه الآثار النبوية أن هذه المقتنيات النبوية نقلت إلى قبة الغوري في القرن العاشر الهجري، ثم نقلت إلى المسجد الزينبي، ثم نقلت إلى خزينة الأمتعة بالقلعة، ثم نقلت إلى ديوان عموم الأوقاف، ثم نقلت إلى قصر عابدين، وأمر الخديوي توفيق باشا أن تنقل بعد ذلك إلى مسجد الحسين رضي الله عنه. وعندئذ تم إعداد خزانة فخيمة لحفظها في الحائط الشرقي من الجهة القبلية بالمسجد الحسيني، حتى أمر الخديوي بإنشاء الحجرة الحالية، وهي عبارة عن حجرة واسعة كسيت جدرانها بالرخام الفخم المجزع والسقف الخشبي الملون. السيف النبوي الشريف المسمى بالعظم
والذي استقر في حجرة الأمانات النبوية المشرفة في مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة. وقد تم فحص هذا السيف كيميائيا في معامل هيئة الآثار المصرية، فاتضح أنه مصنوع من الصلب الهندي، ويرجح أنه صنع في دمشق. وعند فحص السيف الكريم بالمجهر تبين أن على نصله كتابة عربية محفورة على أحد جوانب النصل ترجع إلى وقت صناعته، ونصها محمد رسول الله من سعد بن عبادة. وقد قامت الدكتورة سعاد ماهر رحمها الله بدراسة تاريخية وأثرية ومعملية أكدت أن هذا السيف هو بعينه السيف الذي أهداه سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. المكحلة المشرفة. روى ذلك الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة يتكحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. وقال الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: بلغني أن بالديار المصرية مزارا فيه أشياء كثيرة من آثار النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بجمعها بعض الوزراء المتأخرين، فمن ذلك مكحلة وميل ومشط وغير ذلك فالله أعلم، انتهى كلامه. وأما الشعرات النبوية الكريمة المحفوظة في مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، فقد ذكر العلامة أحمد تيمور باشا في كتاب الآثار النبوية أنهما شعرتان محفوظتان في زجاجة محفوظة في صندوق صغير من الفضة ملفوف بديباج أخضر مطرز بخيوط من الفضة. وترجح أن هذه الشعرات من شعر رأسه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، وأطوالها ما بين 7 و10 من السنتيمترات. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن شعره صلى الله عليه وسلم كان يضرب منكبيه. القميص النبوي الشريف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي العديد من أنواع الملابس التي كانت متوافرة في زمنه الشريف، سواء منها ما كان يصنع في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة، أو ما صنع في اليمن أو الشام أو في مصر. وكان أحب الثياب إليه هو القميص. من المقتنيات النبوية الشريفة المحفوظة إلى يومنا هذا قطعة من القميص النبوي الشريف، وقد أثبتها جماعة من المؤرخين كابن إياس والجبرتي وغيرهما. وقد ورد ذكر القضيب في قصة فتح مكة المكرمة، ففي سيرة ابن هشام من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة يوم الفتح على راحلته، فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في يده إلى الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. رواه البخاري ومسلم. وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث سقطت الأصنام بمحض إشارته وهي مجدودة بالرصاص. والمحفوظ قطعة من القضيب أو العصا النبوية الشريفة، وبعد الفحص والاختبار أنها جزء من عصاه صلى الله عليه وسلم التي صنعت من الشوحط، والشوحط يشبه شجر الأرز. لأن يكون عندي منه صلى الله عليه وسلم شعر أحب إلي من كل شيء على ظهر الأرض. هذا هو معيار كمال الحب. السلام عليك يا 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 خير الأنام. فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس أجمعين. السلام عليك زين الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله.
الله يكرمك يا حاج مجدي باللي انت قدمته. يعني ايضا زياره المقتنيات النبويه في مسجد الحسين، انا كنت يعني الحمد لله كان لي حظ ان انا كنت زرت، يعني زرت المكان. كلمنا عن مرئيتك في هذا المكان، يعني في ضوء ما صورت. الحقيقه برضو هنا نشوف معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى خص الحبيب صلى الله عليه وسلم بمعجزات خاصه، زي ما خص سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا موسى وعلى نبينا افضل الصلاه. كل نبي كان ليه يعني معجزه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء جمع كل المعجزات دي يا عمرو. نعم. يعني شوف يعني ألان الحديد لسيدنا سليمان، وألان إيه؟ الصخر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف قدم الرجل، قدم الشريفة. نعم. شوف وأتاك الجزع يبكي وتزلل بين يديك. اللهم صل وسلم وبارك. نعم. عليك. نعم. يا سيدي رسول الله. لا ظل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه من نور. نعم. مفيش ظل ليه، مفيش مالهوش ظل صلى الله عليه وسلم. الحقيقة احنا حاولنا بقدر المستطاع أبو عمرو أنه يعني كل التفاصيل الخاصة بالأثار والمقتنيات تكون موثقة تاريخيا، عشان ما حدش يبقى عنده لبس في أي حاجة. نعم. وبعدين إحنا في محل للبحث، إحنا بنبحث وبندور، فمش عايز التعصب في أن يقول أنت إيه اللي عرفك، أنت إيه اللي فهمك، إيه دليلك في أن ده يبقى كذا. طب إيه دليلك أن بقى الهرم ده في فلان، او يعني الجانب التاريخي فيه بحث. نعم. وبحث مستمر للاشياء المنسوبه للحبيب صلى الله عليه وسلم. الحقيقه انا اولا بشكرك لا انا عايز قبل ما تشكرني انا عايز اطلب منك طلب. ايوه عايزين نستاذنك ان احنا يعني لا قبل ما تقول، على فكره انا قريت في عينيك حاجه، ان انت اولا ان تجمعني بهذا المكان وبهذه القناه محبه خاصه. نعم. جمعتني بالحاج حسن راتب. الحقيقه حسن راتب ليه معزه خاصه عندي، لان احنا اجتمعنا مع بعض في الحج، وكان مفارقه غريبه جدا. كنا مع شركه ما وطالعين في العربيه، طالعين من بعد طواف القدوم، طالعين على منى ومن منى على عرفات. فجات يعني قعدتي جنب الدكتور حسن راتب، فانا كنت عامل كتيب صغير كده اسمه رحله المحبين الى رحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، من حبي لمسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فانا كراجل مهندس تناولت زياره الحبيب صلى الله عليه وسلم في كتيب صغير، بحيث ان يبقى الناس عارفه يعني تفاصيل المسجد. وبرده ده في صدد فيلم تاني ان شاء الله، هبقى يبقى المره الجايه بنقدمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فبقدم الكتاب لحسن راتب، بقول له ده رحله المحبين. فهو مسكه كده فره في المواجهه الشريفه، وبعدين قال لي في رحاب الحبيب. قلت له لا، ده اسمه رحله المحبين الى رحاب سيد المرسلين. قال لي لا، ايه رايك نحول الكتاب ده الى برنامج عندي في قناه المحور في اول افتتاحها الحقيقه. نعم. فعملنا برنامج اسمه في رحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكانت فكرة حسن ان احنا نستضيف كل شرائح الناس والمجتمعات من الفنانين، واعتقد ان تفتكر كمان ان انا كنت ضيف مرة معك في حلقة. صحيح. ايوة. من 10 سنوات تقريبا. من تقريبا من 8 سنوات. او 8 سنوات. صحيح. كان كل كان محور الحلقة عن الرضا، انا فاكر. عن الرضا. عن الرضا. الله نعم اكبر. نعم. صحيح. كان هنطمع يعني ان احنا ناخد جزء من هذا من الفيلم. احنا ان شاء الله ان اولا ناخده كله، يعني هديه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. احنا لا نسعى من ذلك اي جانب غير انه محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتشر في كل مكان، ويبقى الحب والمحبه هي العلاج الاساسي، ونراجع كل حاجه ونعرضها على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قبل ما انا افكر في اي حاجه اعرض الموقف ده، أشوف يا ترى الموقف ده إذا كنت بحب، إذا كنت محب حقيقي. نعم. أعرض الأمر ده في دنياي كلها، في أعمالي كلها، يا ترى يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع ده يناسب ولا ما يناسبش، وتابع سنتك ولا لا، بالمحبة. نعم. واللي أقدر أعمله أقدر أعمله، واللي ما أقدرش أعمله مش قادر أعمله، مش شرط، كل شيء بالمحبة. جزاك الله خير يا أستاذ. الحقيقة أنا بس عمرو أنا بحب أشكر ناس شاركوني في العمل ده الحقيقة. واحد هنعرض التتر كمان دلوقتي بعد ما تتفضل حضرتك.
اتفضل. طيب. اتفضل بقى. عايز اشكر زمايلي اللي شاركوني في العمل ده. نعم. وعايز اقول ان مش لازم كل مره عشان ننتج حاجه او ننتج منتج ما لازم نقول الدوله والحكومه وهيئات ومؤسسات. العمل ده ممكن بمنتهى البساطه يبقى اشخاص. محسن بيشترك محجوب. في حاجه واحده حب الرسول عليه الصلاه والسلام، حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. محسن محجوب، اسامه النجار، فريد عبد الستار الميماني من المدينه، ده من ناس محبين. نبيل سلام والدته الله يرحمها الست فردوس، كل واحد ساهم بحاجه. محمد ابو السعد راجل يعني عنده مكتب وشركه انتاج، ساعدني واداني مساعدات جميله جدا. كل ده في حب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. مش لازم كل مرة ندور على هيئة معينة تنتج المنتج ده، لا لا، أنا أعمله وممكن عمرو يساعد معايا في الجانب اللي يقدر يعمله. وأنا معاك لو أنت داخل تعمل حاجة، أنا معاك إن شاء الله بإذن الله وإيدينا في إيديك. يعني ده خير الرد إن إحنا نقدم أعمال زي ما تفضلت حضرتك وقلت ان شاء الله نتحدث فيه عن الحبيب صلى الله عليه الصلاه والسلام، ومحبه الخلق وعن محبه الحبيب عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. استاذ مجدي امام، انا بشكرك جدا على هذا الحوار، واشكرك جدا على هذا الاهداء، واشكرك جدا امتعتنا بهذا الفيلم الجميل. الله يكرمك يا رب، وبشكرك جدا جدا، ربنا يكرمك ويجعله في ميزان حسناتك. بشكرك جدا. بعد الفاصل الفنان الكبير مدحت صالح محضر مفاجآت، هيرد على القس الذي اساء للرسول عليه الصلاه والسلام باغنيه باللغه الانجليزيه. فقرة مهمة أرجوكم تابعوها بعد هذا الفصل. السلام عليك يا 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 خير الأنام. فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس أجمعين. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك يا بدر التمام. السلام عليك يا نور الظلام. السلام عليك يا كل المرام. كيس جديد بيفتح ويقفل عشان